السلام عليكم ورحمة الله، مقطع جديد مع شباب اليوم راح نلعب فاميلي فيود، إحياء للذكرى. آخر مقطع فاميلي فيود كان قبل سنتين تقريبا في جامعة الشرقية. سنتين مين؟ أكثر. أربع سنوات أقل شيء. يا ساتر. 21 يعني حاجة زي كذا. فحبينا نعيد الذكرى بما أننا في رمضان، إن شاء الله أنكم تنبسطون. طبعا الكل يعرف فكرة فاميلي فيود، راح نجيب من الفريقين واحد واحد يجاوبون. بس حابة أقول لكم إنه الأسئلة اللي موجودة هنا والقائمة كلها جاوبوا عليها المتابعين قبل ما أنتم يعني ذا، فممكن يعني عشان ما حد يقول كيف كذا. ايوه يعني ممكن في اشياء ترى لا تفكر باللي تسويه انت. ايوه في اشياء ممكن انت تكون صح، بس الاكثر اجوبه جاوب عليها المتابعين. حلو اوكي حلو حلو حلو. بس ايه اقسم بالله البلوفر حقك انه والله ورا بلوفر ينور 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 بالعكس. الله اخر حلاوه والله حبيبي ولا عيونكم يا شباب. كود خصم بي اكس يعطيك توصيل مجاني. انت تبغى تشتري ثلاثة؟ ما في ثلاثة اكس، في اثنين اكثر. والله فصل. يلا نبدا شباب. بس لحظة انت ما كنت مشترك. ضروري ضروري الاشتراك. يلا تعال تفضل عادل ابو عمر حياكم الله. اول سؤال في فاميلي فيود اكس راح يكون لكم انتم يا المتابعين، خلوني اعطيكم السؤال. لو قلت لك عطني اشياء تتفرجها في الجوال او التلفزيون او غيره، ايش راح تقول لي؟ اعطيك ثلاث ثواني. لو قلت افلام، بندريتا، مسلسلات، انميات، العاب، مبروك عليك اجابتك صحيحه فزت معانا. الفوز الحقيقي راح احط لكم رابط في الديسكربشن، 60 يوم اشتراك مجاني في تطبيق يانجو بلاي. يا بندر ايش تطبيق يانجو بلاي؟ ها تطبيق اسطوري شباب. تطبيق يانجو بلاي فيه مسلسلات أسطورية مثل مسلسل سقف الوالد، وعندك برضو مسلسل الحشاشين. هذا مسلسل تاريخي ملحمي يتكلم عن جماعة الحشاشين عبر التاريخ، ويقول لك إنتاجه أخذ سنوات وشغل فخم مرة. طيب يا أخي بندر أنا مو جوي مسلسلات، جوي إنمي. كله موجود فيه، عندك إنميات، أفلام، ألعاب، وغير كذا التطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي. عندك ياسمينة، هذا اسم الذكاء الاصطناعي في يانجو بلاي. باختصار يعني لو تكلم صاحبك وما يرد عليك ما عليك، ياسمينة دائم ترد عليك. طيب يا بندر خلاص اقنعتني ابغى اشترك. اصبر خلني اقول لك بحاجه زياده مهمه. ترى كل حساب يقدرون يستخدمونه 4 اشخاص. انت تتكلم عن 60 يوم مو بس لك، لاهلك، اصحابك، اي واحد يعني تبغى تضبط العلاقه معه. خذ حسابي في يانجو بلاي 60 يوم، فكروا فيها عوده العلاقات مع يانجو بلاي. وهذا كله ترى مجانا، لا تقول والله يا بندر ما ضبطت انا ولا اي شيء. الحقوا يا جماعه، راح احط لكم الرابط في الوصف، تلقون الرابط بس على طول ادخلوا سجلوا. مبروك عليكم 60 يوم، استمتعوا بالمشاهده. والان نرجع الفاميلي فيود. هذا الديربي، الديربي. طبعا يا اخوان معلومه ما تعرفونها، اخر مقاطع اللي صورناها عادل ضد ابو عمر كان ابو عمر منتصر في كل الحلقات. شباب بعد ما تجاوبون لك الخيار انك تكمل السؤال مع تيمك او تنقله للتيم. صعبه وسهل بس ينفع اشاورهم. عادي. طيب السؤال الاول يقول لك وجبه لازم تكون موجوده بفطور رمضان. سمبوسه. سمبوسة رقم واحد. طيب عندكم ترى خطأينا وبعدين نقول للفريق الثاني إلا إذا جبتوها. يلا ضبها روح. طيب يا دربحة يقول لك أي بدون لا خلاص جاوب خلاص. إيش في غير سمبوسة؟ فهمت؟ جيب الأشياء التوب. وجبة لازم تكون موجودة بفطور رمضان. في فطور رمضان. التمر حلو. التمر إجابة صحيحة. رقم أربعة ترى. أوكي أي عزيز، وجبة لازم تكون موجودة بفطور رمضان. شوربة. أنت الشوربة حلوة حلوة والله. الشوربة الغربوية. الشوربة الإجابة رقم 2. طيب يا للي باقي اكل ولا مشروب؟ اصبر باقي. انتم جبتم 3، باقي رقم 3 و5. وجبة لازم تكون موجودة بفطور رمضان. يعني لو اقول عصير عادي يا اخي؟ لا وجبة اكلك لك لك. وجبة بقول لقيمات. ايوه ايوه هذه حلوة. صح نفس اللي فيه تسلمون على بعض. جاب صح. جود انسر والله صح. جود انسر لقيمات اول سترايك مو موجوده. اللي ماكل قيمات شمر بالقيمات.
اي لو جابوا اشتراك ثاني احنا نستيل صح؟ لو اشتراك ثاني ايوه لهم الجواب واحد ونشوف. اشتراك ثاني ثم الثالث. لا لا هو اثنين. اوكي للحين وش باقي في جواب واحد؟ باقي جواب ما جاوبناهم. باقي المركز الثالث والخامس. الثالث يلا يا عادل، وجبة لازم تكون موجودة بفطور رمضان. خلينا نتذكر. ايه مكرونة كذا بشكل كذا، مكرونة لازم يكون في مكرونة. مو أساس. لا 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 والله يلا قل لي عطني بوف. أنا بعطيك مبي ياخذها. لا 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 ما في ما في مكرونة مكرونة ما في ما في ما ينفع أحد مكرونة. المركز الثالث مكرونة بشاميل. دربحة أنت تحدد مصير هذا الفريق. فرقة أم الإجابة يا دربحة. باقي إجابة واحدة وعندكم سترايك واحد. وجبة لازم تكون موجودة بفطور رمضان. عادي هي عادي بس بس خذ راحتك ما في بعد تتكلم. عادي فكر فكر. وجبة وجبة اي مو هذا سؤال سالته انا للمتابعين في الديسكورد يا شباب الرابط موجود تحت. ايوه هم اللي جاوب. يلا ممكن تكون صح ممكن لا بس الاغلب جاوب كذا واخذنا احنا التوب انسرز يعني. ارمي روح روح احس مسؤولية. ارمي يلا عادي عصير اخي وجبه قال روح اللي تبغاه روح اللي هذا شو يقول هذا شو يقول هذا شو يقول هذا يلا جاوب. فنتو فهمتوا هذا كل اللي نبغى نقوله. طلع غلط ما قصرت والله والله ما قصرت والله ما قصرت. فهمتوا والسترايك الثاني لا كيف مستحيل. راحت عليكم مجموع نقاطكم انتم الى الان 70. حلو. عندهم الان فرصه اجابه واحده اذا جابوها اخذوا الكل. اذا ما جابوها اخذوا 70 ونقاط خمسه اذا جابوها. اذا ما جابوها اذا ما جابوها تروح لكم 70 نقطه. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا التيم الثاني تيم الشوربه. سؤال واحد تيم الشوربه. هل وجبه لازم تكون موجوده مكه ولا مو جديده مكه؟ لازم تكون موجوده بفطور رمضان. لازم لازم ترى من اول هم يسمعون يفكرون ليش الحين ياخذ وقت. يلا لا لا عادي عادي اعطيهم اعطيهم مستحيل كل سفره مستحيل. اجابتكم طيب هات هل هي حلا ولا وجبه؟ ما في ما في مو يا اخي كم كم مستحيل نسبتها كم؟ 70% اللي قالوا ايوه اكيد لقمات سمبوسه شوربه مكرونه 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 فول اخر شيء فول. انا عندي اشياء حاعطيكم اياها وانتم سووا تبون فول جبنيه خليه نحل سلطه كيفكم؟ سلطه ما حد وين رايح؟ خليه نحل يا اخي خليه نحل ولا خليه نحل انا اقول مهلبيه. طيب يلا حددوا جواب واحد ويلا معاكم خمس ثواني. انا بروح مصاري مهلبيه ابو عمر يا الفاسري يا الفاسري يا الفاسري يا الفاسري يا الفاسري يا الفاسري. يلا يلا تصويت يلا شباب يلا اجابه اخيره تصويت تصويت. انا اروح مع فول تروح معي فول؟ اسمع انا معك مهلبيه يصير اثنين اثنين. لا اختار خلاص خلاص يلا نروح مع مهلبيه. بس يا حبيبي فول تمر مع اسمع جواب قشطه جواب قشطه جواب قشطه 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 قالوا تمر صح قشطه قشطه قشطه. لا يا اخي لا هذا شيء اضافي مستحيل. يا شباب يلا قشطه يلا خلاص قشطه قشطه. اجابتكم الاخيره بسرعه قشطه. والله لو تطلع مهلبيه ايش خلاص اتفقتوا قشطه قشطه يس يس يس. وجبة تكون موجودة في فطور رمضان. هي قول لي جاب مبروك. قول لي جاب قول لي جاب. ألف مبروك لهم ال 70 قايل لكم فول قلنا فول والله فول يعني يا شباب نعرفها والله. على الشاشة الإجابة راح تكون صادمة للتيم هذا والإجابة رقم خمسة هي سلطة. لا يا سلطة يا سلطة يا سلطة مين مين يلا يلا 70 نقطة للفريق الأخضر. السؤال الثاني تفضل صالح ودربحة حياك الله. ايزي ايزي تعال يا رجال تعال. جاهزين؟ جاهزين. السؤال يقول لو قلت لك سمى لي ممثل عربي يبدأ بحرف الميم. ماجد مرشدي من هذا؟ يا اخي ما اعرف ممثلين. ماجد مرشدي هاي ما سترايك غلط. انا لاعب اصلا. ايوه غلط. اه ايوه طيب قلت لك سمي لي ممثل عربي يبدا بحرف الميم. هو جاوب غلط خلاص بروح. لا 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 جاوب انت. لا حتى ما تعرف. لا ما نعرف الا نعرف يلا مصطفى الاغا.
مصطفى الاغا غير موجود في القائمه صالح. اي فيلا يا اخي الممثل العربي اصلا عرفته. عرفت منو؟ طيب خلاص لا تجاوب. منو؟ اتحداك اول شيء صالح بس مستحيل في القائمه. يلا قول قول قول. محمد الشهري. إجابة خاطئة. دربحة. محمد. محمد من؟ لازم توقف. لا 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 يا ربي واضح ما راح نعدي بنا. يا أخي غير السؤال أنا. لا 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 لازم. لا بالعكس سؤال أعطيهم أنت يا بندر. خلاص راح أعطي تلميح وأول واحد. مستحيل برضه بالتلميح. يا شباب ممثل مصري. أيوه. محمود حلمي. محمود حلمي. غلط غلط غلط. يلا جاوب. محمد رمضان. وأخيرا. ما اعرف الا هو وجاب عدل مغني مغني ويمثل والله ما نبغاه يا عيال محمد رمضان تعال 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 السؤال تبغى تكمله مع التيم ولا استشيرهم ولا اي استشيرهم عادي تكمل مع التيم ولا تحوله تشيلون الليله يا ابو عمر لو قلت لك سمي له ممثل عربي محمد هنيدي محمد هنيدي طبعا محمد رمضان انا ما وضحته شباب محمد رمضان رقم واحد اي محمد هنيدي رقم اثنين ومحمد هنيدي رقم اثنين لا يرجع لي انا خلاص انا يا ابو عبير يا ابو عبير سمي لي ممثل عربي يبدا بحرف الميم ترى اسمع اسمع يعني عشان في حاجه انا غلط فيها يعني ممكن ما ادري بس ممثل سلاش ممثله عادي يعني وترى اسمع ترى متابعيني يعني برضو مو مره يعني خبره ما ادري يمكن يمكن في القائمه ممثلين ما تدري حرف الميم اوكي حرف الميم ها اي ايش جاب صالح اول شيء محمد رمضان محمد هنيدي محمد هنيدي محمود سعد محمود سعد هذا لاعب صح الا معروف محمود سعد هذا حطه ولا لا ما ادري فينه يعني ما شفناه لا في القائمه ولا في المسلسل لا عليك هذا السترايك الاول فواز يا فواز ممثل عربي سلاش ممثله يبدا بحرف الميم مي عبد الله مين مي عبد الله مي عبد الله انت تتابعها تعرفها طيب طلع اسمه بس عارف الاسم وهذا السترايك الثاني يا جماعه طيب اصبر 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 اي اسمع نقاطهم هنا 70 لان السؤال صعب احنا اول كم انتم ال 70 طب احنا جاوبنا اول ثلاثة لان فيها سؤال سهل وسؤال صعب يختلف النقاط فالى الان 70 انتم لهم فرصه ستيل واحده اما ياخذون النقاط او لا فكرتم في اجابه يلا 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 فكرتم على اجابه واحده ايه الاجابه هي الممثله منى زكي الممثلة منى زكي اسمع اسمع لا تطالع في الورقة يا غشاش عاد خلاص جاوبت والف مبروك ال 70 نقطة دبا دبا المركز الخامس مريم حسين هندي والمركز الرابع ميساء مغربي والمركز الثالث الصدمة التاريخية طبعا يعني من متابعينا في الديسكورد مساعد الدوسري والله انه قال ها مين مساعد الدوسري السؤال اللي بعده الان 70 70 والله ملخص جارس عبير عزيز تفضل السرعه مهمه السؤال هو اذكر لي لعبه جوال ببجي موبايل ببجي موبايل في القائمه ولكن المركز الثاني عندك فرصة انك تجاوب اجابة، إذا أول. جبت المركز الأول جف بالي الأول جف بالي الأول اذكر لي لعبة جوال صوت جوال لو سمحت عندك 10 ثواني كملنا ايش قلت؟ ايش قلت؟ ايش قلت؟ كملنا والله شوف إجابة حلوة والله حلوة بس ما هي في القائمة حلوة ولكن مرة مو في القائمة أنا فاسمع تبغى توجه لهم السؤال ولا لكم؟ تاخذوه يلا تفضل. طيب يا للي انت وعادل في الشقه ما شاء الله ما تخلون جوالاتكم دائما تلعبون. فاذكر لي لعبه جوال. كلاش رويال. يس هي اللي في بالي رقم واحد بعد ما قلت كلاش رويال صح اجابه في المركز الخامس. يس يس المركز الخامس اوكي نايس نايس. كلاش رويال موجوده؟ كلاش اوف كلانس موجوده. مفروض عادل اذكر لي لعبه جوال. كلاش اوف كلانس وحش. كلاش اوف كلانس موجودة في القائمة في المركز الأول ايوه 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 طيب يا عمي يا عمي خلاص يعني
باقي لكم المركز الثالث والرابع. دربحة اذكر لي لعبة جوال. متى؟ لسه ترى ما عندكم سترايك فعادي خذ راحتك. صح ما عندي يعني عندكم. حلو حلو حلو. فلو جبت العيد عادي يعني. زهني. لا سيبه عادي علي. فيفا موبايل. لا الا 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 حلو 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 والله. شوف ايوه ايوه عارف. اجابه جميله فيفا موبايل. بس الموبايل الوحيد اللي موجود معانا في القائمه هو ببجي موبايل سترايك بوينت. عزيز اذكر لي لعبه جوال. باقي لك المركز الثالث والخامس. والله يا جماعه لا الشيء. المركز الثالث والرابع معلش. يعني ما جاء في بالي الا شيء واحد. بعتذر منكم مسبقا طلع شيء غلط. ما جاء في بالي الا شيء واحد ما في شيء ثاني. انا ما العب العاب الجوال. الاجابه هي رايز اوف كينغدوم. بس يا حبيبي مو لعبة جوال ذي. لا تكفى والله. رايز اوف كينغدوم هذه صالح اعلن عنها قبل كم يوم يعني وليست في القائمه. سترايك 2 للاسف. ما عندي شيء ثاني شو اسوي. طيب يا شباب عندكم المركز الثالث والرابع. انا عندي ادري انه ضغط كبير. واو مو مره انا سمعت قلت حاجه هناك. قلت ببجي موبايل هي الوحيده اللي عندنا صح. اي للاسف جبت يعني كود. طيب أي قديمة. انا قلت عندي كراش. لا يا اخي قديمه ترى. مستحيل سبوي سيرفس. اسمع عيال اذكر لي لعبه جوال. ايش بتلعب بندر اللعبه اكثر شيء تكفى. ما اعرف بس انا اقول لك هذا الشيء. فكر زي ما المتابع كلاش رويال. كلاش كلاس واحد. ببجي موبايل خمسه. ببجي موبايل يعني هم يحبون العاب والله غالبا يا شباب. ترى النقاش المفروض 10 ثواني. يلا 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 ما اهبد. طيب مجموع النقاط لو جبتم اجابه صحيحه حتاخذون 52 نقطه مني. فاعطني لعبة بس جوال. وش 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 بتقول؟ يلا روح. كاندي كراش. كاندي كراش. كاندي كراش. ليست موجودة في القائمة. 52 نقطة الفريق الأخضر. المركز الثالث برول ستارز. ما جت في البال. هذه معروفة. قسما بمن أحل القسم إنها في بالي بس ناسي اسمها. والله؟ والله العظيم ألعبها. طيب المركز الرابع روبلوكس. سواها ما ادري انها على جوال. مفروض انت صح. اي والله ايوه انت الله. كيف راحت يا ابو عبيد؟ والله كيف راحت. السؤال الرابع تفضل معاي. للي 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 يا للي ترد علي الحين مطق. اصبر. قائمه فيها اربع اجوبه فقط. يا سلام. مو خمسه. طيب اول مطعم يجي في بالك لما تس أقول أصول لما تتسحر تتلقتس بسرعة عندك ثلاث ثواني. كنتاكي موجود المركز الثالث. حلو أجل لما تتسحر. راح أقول السؤال لفواز. أعطني يا كامل. أول مطعم يجي في بالك لما تسمع كلمة فرايز أو بطاطس. بس يا بس يا حبيبي بس. بندر بطاط. صح. ليش ما تسمع؟ ليش؟ ليش ما تسمع؟ ليش ما تسمع؟ بندر بطال المركز الأول. الثاني خلاص الاول. اوكي انت فزت. تقدر تنتقل ولا والله انا هنا هنا والله المركز الاول. هنا 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 المركز الاول. انا اعتذر عن الديسكورد اللي فيه صراحه. هذه اجابات المتابعين احنا ما نقدر نسوي شيء. شباب انتم جبتم الثاني والثالث. باقي الاول والرابع اللي هو بندر بطاط وكنتاكي. يبقى الاول باقي الاول والرابع. جوابين بس ايزي. ما بستشيرهم في جواب. معلش قدامنا استراتيجيه. لا استراتيجيه بس. لا فايف جايز. حلوه والله صدق حلوه والله حلوه والله حلوه. فايف جايز هي موجوده. سترايك 1 موجوده. عارف يا اخي عارف انه هذا عارف. طيب اسمع بنلعب على المضمون ابو عمر. اول مطعم يجي في بالك لما تسمع صالح فرايز بطاطس. شوف شوف تبغى بالي انا. نعم بندر بطاط لكن لكن ايه لكن هذا ماك. ماك اجابتك. اجابتي ماك. موجود في القائمه المركز الاول. يس باقي واحده. باقي لكم ترى المركز الرابع وراح سترايك واحد. تكفون. اول مطعم يجي في بالك لما تسمع بطاطس فرايز ايش يا ولد؟ عندك سترايك عندكم سترايك لو ذا تنتقل على طول المركز الرابع. باقي مركز واحد بس. اوه يا اربعه عشان كذا هبت فايف جايز انا. ايوه طيب اقلل عليهم. خي يطلع الرابع. ترى زي ما قلت لكم واعيد واكرر المتابعين يا شباب الاسئله والاجوبه كلها سالنا فيها المتابعين في الديسكورد وهم اللي حددوا. لا 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 مستحيل.
هارديز تكفى نفس والله نفس الهبال عشان كيرلي والله إجابة حلوة إجابة حلوة والله إجابة حلوة ما حد والله والله إجابة حلوة بس إنه بس ولكن خلاص هدوء هدوء ما حيجيب الرابع ان شاء الله فرصه واحده انكم تزرفون النقاط نقاط نقاط طيب اللي راحت معك وبندر بطاطا وكنتاكي وايش هذه هي ثلاثه وهاجي الرابع قالوا هارديز وقالوا فايف جايز مو خمسه اجابات لا اربعه روح روح بنروح بالمنطق نعم وعلى اسم المطعم ديب فرايز ديب ديب فرايز اجابه خاطئه مستحيل لازم تفكرون زي المتابعين انا قلت لكم انه اذا حتى انا بالنسبه لي الاجابه مو مره منطقيه ولكن الاجابه بالمركز الرابع البيك صح البيك لا 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 ايوه صح لا صح الى الان يا شباب اربع اسئله مجموع النقاط 130 122 والله قريبه مره يلا شباب تعالي عادل وابو عمر عمر الله فاز عليك قبل شوي عمر لا فوز عليك ثاني يلا ابو حناوي يدرح يداوي لو قلت لك اعطيني كلمه تبدا ب سوبر سوبرمان لا سوبرمان رقم واحد رقم واحد يس سوبر واحد تبغى ذا ولا تحوله له خمس اجابات معنا اي صالح لو قلت لك اعطيني كلمه تبدا بسوبر ايش بتكون اول كلمه طيب نجي الى القلب ما خليني القلب ايش بس يا حبيبي بس يا حبيبي القلب واضح نجي هذا نقول سوبر ماريو مستحيل ما في بس انصدمت انه سوبرمان واحد المفروض هذه الاولى هذا سوبر ماريو اجابه سوبر ماريو الاجابه صحيحه المركز الثاني المركز الثاني لازم شخصيات ولا يا ابو عبير لو قلت لك اعطيني كلمه تبدا بسوبر سوبر ماركت الإجابة حلوة بس وتفكيرك عاجبني يستاهل اسطوري تفكير بدون سترايك والمركز الثالث باقي لكم باقي لكم المركز الرابع والخامس اعطيني كلمة يا فواز تبدا بسوبر ايش ايش تعطيني كلمة بس هذا قلنا ما عندك شيء سوبر ومن ايش ممكن ممكن ايكواليتي وممتاز ممتاز يعيد على المساواة يا فواز وهذا يا شباب سوبر وومن يعجبني تفكيرك برضو اهنيك على السترايك الاول والله صعب والله صعب يا ابو عمر باقي لكم اجابتين المركز الرابع والخامس سوبر اعطيني كلمه تبدا بسوبر ايش الكلمه اللي تيجي في بالك هل متابعينك اعمارهم قديمه ولا لا سوبر نينتندو حاضر الاجابه دي سوبر نينتندو هذه اجابه حلوه صحيح جهاز يعني هو بس قديم ما شفنا قديم كان يلعب ابو عمر تمام المتابعين ما اتوقع انهم سمعوا فيه ما لحقوا عليه سوبر نينتندو هذا الاسترايك الثاني للاسف حلو والله حلو وعندكم حلو يا الفريق الاخضر خلنا نسال الان كم باقي اجابه رقم كم رقم باقي أربعة وخمسة اجابه عزيز عشان هذا تسبونه سوبر جلو الصمغ انا بنفسي معرفه اسمع 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 كت كت انا تكفى 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 كت مخرج ريدو اصبر اصبر امانه امانه ابغى اخلط صالح بس يا حبايب ابغى اخلطه ايش اجابتك سوبر تشارج طيب اسمع راح اعطيكم فرصه اما تثبت على سوبر جلو ولا سوبر تشارج يا عيال كله غلط سوبر شارج كله غلط لا كله غلط كله غلط كله غلط كله غلط انت يلا حددوا تربح لانك فش في القلوب ايوه ايش كله طقطق القلوب هي كله غلط هو دقيقه طقطق ها الاجابه هي سوبر تشارج سوبر تشارج سوبر تشارج اجابه خاطئه صحيحه امزح اجابه غلط طيب يا شباب تكفى عندي واحده فواز قالها والله شكلها صح يلا ايه سوبر هيرو سوبر هيرو المركز الرابع حلوه فواز بندر بندر سوبر بان سياره
لا لا غلط خلاص المركز الخامس الشباب اتوقع هنا ما يعرفوا الا ممكن فوز للي انمي نعم سوبر انمي سوبر لوفي يلا يا شنكاز سوبر ساين سوبر ساين والله اني سريع صح يا شباب النقاط هنا 190 وهنا 122 واعطونا دقيقه قبل ما تعطونا خلنا اشوف سؤال حلو اصبر يلا يا صالح ودربحه حياكم الله تفضل السؤال هو اعطوني اسماء العاب شعبيه بجاوب اللعبه الشعبيه أيه. وقت ثلاث ثواني شو الفايده ضغط برجون ايش برجون 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 يا اخي ايش البرجون في البدايه مصاقيل مصاقيل صح ايش يعني ايش بالضبط مصاقيل احنا سمعنا الحلي قصدك ذاك ايوه خطا الا صح لعبه شعبيه دي اجابه ليست في القائمه للاسف حلو حلو طيب اسمع هذه اسمع هذه اسمع هذه 400 بلوت لا بلوت موجوده في القائمه رقم 4 يعني تقدر صح يقدر ولا لا خلاص دحين عندك الخيار تبغى لا يا ابو عبير اعطاني لعبه شعبيه لعبه شعبيه نعم طيب الكيرم وحش انت تلعبها العبها والله والله اي والله كيف اصبعك اخر حلاوه الكيرم رقم إجابة صحيحة رقم والغريب في الموضوع إنها رقم 1 يا كيرم كيرم إيه معروف يا فواز أعطاني لعبة شعبية أون وحش شكرا عجبتني حلوة كبير شكرا عجبتني وايلد ولا ريفيرس ولا أون ستاندر شعبية ستاندر حلو اونو موجودة يس في قائمة التشغيل حق قناة عزيز بس ما هي موجودة هذا الاسترايك الأول والله في واحدة حرام أبو عمر أعطاني اسم لعبة شعبية جبتوا أنتم المركز الأول والرابع لعبة لعبة حبشة 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 تشمل طش تشمل استغماية تشمل الجميع ها طيب حبشة إجابة صحيحة المركز الثاني باقي الثالث والخامس ويصالح عندك إما إنك تجاوب صح ولا تنقل لهم ستيل صعب ما تفهم فأعطاني اسم لعبة شعبية بس والله حق الدربة حلوة غريبة ما قلنا كيرم قلنا ضومنة يا بني عليك صح اللي ببالي اللي ببالي بس ما أدري صح ولا لا شعبية والله شعبية أكيد خمسة أكيد خمسة ضومنة والله يا رب يا رب طيب غلط حلو عادي 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 عادي, عادي. اجل مستحيل مستحيل يا الفريق الاخضر في خطوه خطوه حبشه اعطوني لعبه شعبيه شوف شوف هذه كذا ها 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 شو اسمها بندر تكفى هي بندر بندر هي بندر بقول لك اللعبه نحط هنا رقم واحد وهنا رجلين بعدين رجل بعدين رجلين بعدين لا لا تعال قدم طيب ايش ما اقدر اخدمك والله يا ايه هي تختلف من كل مكان احنا كنا نسميه 1 2 كذاب طيب تبغى تبغى تجاوب على تبغى اجابتك 1 2 لا لا يا بنزين زين حبشه لها اكثر من اسم خلاص انا رميت رقم كم باقي؟ باقي 3 و 5 يلعبونها اكثر من 1 2 ايوه يلا يلا بس ايه ممكن يقول لك والله يا شعبيه عمر اسمع 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 اجابه كوره 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 ايش؟ كوره كره قدم هاي في كرة طائرة كرة قدم يعني هي موجودة في العالم موجودة في كل الشعوب موجودة هنا موجودة بقوم التشغيل موجودة بعدنا في كل الشعوب موجودة هنا وموجودة في قائمة التشغيل حق عزيز موجودة هنا وليست موجودة هنا المركز الخامس لعبة شد حبل صح لا أما لو الثالث نط حبل زح والمركز الثالث فالتحية وردة طيب هذا السؤال في ملعب الشباب سمي لي لاعب كرة قدم مهاجم سعودي أجنبي ما له دخل جاوب رونالدو الظاهرة رونالدو الظاهرة للأسف ما في بسم الله الرحمن الرحيم
متابعين. إجابة يا عزيز. كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو المركز الأول. نعم. تبغى ولا؟ بتشاور معهم ها شباب. أيوة أيوة أيوة. سمي لي لاعب كرة قدم مهاجم. مهاجم. هلا. صح. كفو. حلو حلو حلو. وحش. وإجابة خاطئة للأسف. يا عادل سمي لي لاعب كرة قدم مهاجم. مبابي. مبابي إجابة صحيحة. المركز الرابع. أنت أنت. دربحة. اللهم لك الحمد. سمي لي لاعب كرة قدم مهاجم. أبو عبير. أفجعنا. ميسي. ميسي. صح. يا أبو عبير مهاجم. ميسي. مهاجم. قال ميسي. أنا مهاجم. وأقدر أعطي واحد ثاني بعد. لا لا لا. أعطي واحد ثاني. لا لا لا. أعطي واحد ثاني. ميسي إجابة صحيحة. مو مهاجم بس المتابع. لا 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 لعب لعب عزيز انت عندك تكفى. باقي المركز الثالث والخامس. اقدر اسمي لي لاعب كرة قدم مهاجم يا عزيز. نيمار. تك نيمار تك مو مهاجم بس كيف كيف الرقصة؟ كذا. دائما يدل عليه. إجابة خطأ. أعطوني لاعب كرة قدم مهاجم. باقي لكم المركز الثالث والخامس. حددوا. سواريز. 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 المهم إجابة خطأ شباب. النقاط الآن راحت لكم. المركز الثالث يا شباب سالم الدوسري. صح صح صح. خامس. صح. على ما اختيار الناس اختيار الناس. والخامس روبرت ليفاندوسكي. أول واحد جبالي. الراوند الأخير 270 نقطة 177 نقطة. يلا للي وفواز حياكم الله. يلا يا شباب السؤال الأخير. في ترى هذا ترى ممكن فاصل. هذا 100 نقطة فيه. لو أنتم جبتوه فزتوا ولو هم جابوه هم راح يفوزون ترى. السؤال هو شخصية من عمل تلفازي مشهورة. نصر قطر. إجابة خاطئة. فنكمل السؤال للي. شخصية من عمل تلفازي مشهور سواء مسلسل أو إنمي أو أفلام. لوفي. في المركز الرابع. شخصية من عمل تلفازي مشهورة سواء انمي او مسلسل او فيلم. يا عادل هذا السؤال مفصلي. اللي يغلط راح اي ترى يعني ممكن يقلبون عليكم. لا طالع في الورقة يا حبيبي شايف. شخصية يا عم قاطع بقطع من عمل تلفازي مشهور سواء انمي افلام او مسلسلات. لوفي في المركز الرابع طبعا. ناروتو إجابة صحيحة. موجودة في المركز الثالث. دربحة يا دربحة. السؤال هو شخصية مشهورة. ساسوكي. مين ساسوكي؟ هذه تحليقة حبيبي. إيش ساسوكي؟ لا ساسوكي والله. ودربحة ساسوكي هذا موجود. موجود هو موجود. هو موجود بالانمي بس مو موجود بالقائمة. موجود بالانمي. اوه انا موجود في سبيستون ساسوكي. انا اول سالتك طيب انا اول سالتك انه ناروتو هو ون بيس؟ لا لوفي هو ون بيس؟ أيه. اقصد انه ناروتو برضه فيه ساسوكي؟ اي ناروتو فيه ساسوكي. ايوه الحين بجاوب. منطقي منطقي. منطقي. هل تشوفون منطقي ولا لا؟ مو منطقي. منطقي منطقي حرام عليك. ما نبغى نصعد المواضيع من دقة على عثمان ونصعد. والله مشكلة يا أخي دقة على عثمان يسوي لنا مشكلة يا جماعة. لا تشغل لا تشغل ولا تشغل. أخليه جاوب جواب ثاني قصدك؟ أوكي يلا جاوب جواب ثاني يلا. الله يجبر بخاطرك. والله العظيم اللي ما هو مشترك. اشترك الله إنه يستاهل. يلا جاوب. هل تكفر بنفوز؟ يلا عندك فرصة تجاوب. تبع مسلسلات تبع أفلام؟ ما تابع شيء دقيقة. والله ما تابع شيء. لا ملك الضغط عزيز بندر. كيف بندر؟ خلاص ما انت لا ارجوك والله ليتك خالص يا سوق. المقطع على بندر. ها اي هذا قصدك. ما اعرف انه عمل تلفزيون. لا تقصد بندر السريع ذا فلاش. ايوه فلاش قصدك. خلاص طيب خلاص خلاص ذا فلاش خلاص ذا فلاش اجابه غلط. ذا فلاش
شخصية في عمل تلفزيوني شهير سواء فيلم مسلسل. يلا يا عزيز رايك واحد يا شباب. يلا يلا هذا الراوند فحص الصراحة. وكونان صح إجابة مستحيل. انتم فكرتوا بحاجه ولا لا؟ فكرنا فكرنا بس ما بنحب نعمل في جيبنا. خلوا الفكره خلوا الفكره لانها اجابه صحيحه. الثاني باقي باقي كم؟ باقي لكم المركز الاول والمركز الخامس. الاول لو جبتوها فهذه راح تكون صدمه وفارق كبير. هي هي فكر على تفكير حقين بندر اي طيب المفروض انكم موجود مفروض خل الدرب عيلك ايش قال انتم مجهزين الاجابه بس يا حبيبي بس هذه الاجابه الاجابه اي اوكي حلو لان اجابه صحيحه. الصدمه والغريب في الموضوع ان انتم جبتم الثاني الثالث الرابع الخامس باقي الاول عرفته واسترايك واحد اذا جبتها افوز 100 نقطه لكم كامله تتعدونهم ترى بسبع نقاط. لو ما جابها لهم فرصه ارجع الخط اما انهم ياخذون 100 نقطه لو جابوها صح او ياخذون اقل فهذا يعتمد مصيركم في هذه الحلقه يا شباب. تبغى اجيب لك على عادل اجيب لك عصير يا عادل اعطاني شخصيه من عمل تلفازي مشهور انمي مسلسل او فيلم. يلا يا شباب عادل يلا يا عادل فيلم ما احس قاعد اتذكر في بالي فيلم انه لا اقوى واحد بالعالم سوبرمان بس زحف صح ولا قد جاء قبل ولا يجي قاعد تجس النظره اعطني اسم قبل شويه ما ادري اذا طلعت في الكاميرا ولا لا بس قبل شويه ابو عمر اعطاني اجابتين في باله مين وقلت له ان واحده منها صح. ايش اعطاك اعطاني قال لي ايرين ييجر واعطاني والتر وايت. هي ايرين لوفي المركز الثالث اتوقع ما اتوقع يعني ايرين ياجر تعرف الصيت واللي صار يعني وكذا. والله شوف والتر وايت هايزنبرغ اجابه صحيحه اجابه صحيحه ما قصرتم انتم والله اجابه صحيحه صح صح بس يا حبيبي ما قصرتوا وبدعتوا بهذا الفيديو صح مين فازوا واللي ما يقصر ويتعب نقول له الف مبروك الفوز لانها اجابه صحيحه. ونقول والله ما قصرتوا 277 270 القم بس نبغى نقول كلمة أخيرة ونبغاك يا دربحة تقول لهم وإذا ما كنت مشترك